طبعا احنا النهارده في قريه الجزائر مركز بلقاس، وهي من اشهر القرى على مستوى المحافظه بل على مستوى الجمهوريه في زراعه الصوب المحميه او الزراعات المحميه او الصوب او الاسم المدرك فيها اللي هو الصوب الزراعيه. مشهوره بايه؟ بزراعات الخيار، عندنا الطماطم، عندنا جميع الخضروات او جميع الزراعات المحميه اللي في غير اوقاتها اللي بتساهم في سد الفجوه الغذائيه على مستوى الجمهوريه. احنا عندنا 30,000 صوبه زراعيه على مستوى الدقهليه، والمركز هو المركز الاولى على الجمهوريه، المركز الاول على مستوى الجمهوريه في زراعه الصوب الزراعيه. احنا بنجهز الصوب الطبيعي الاول في الحرث والتخطيط وحط الكيماوي والسماد والحاجات اللي مستلزمات اللي الاوليه البدايه دي، وبعد كده بننزل ميه ونسيب الخطوط مثلا لما تشمع كده بالخطوط الميه ونشتل الشتلات دي، او ان كان نوع بذر بنزرع البذر ونسيبه لعند ما يطلع. وبعد ما يطلع طبعا هو له نوع مبيد معين بيتاخد في بدايته وماشيين ببرنامج مع مهندس لعند ما تكمل النمو بتاعه. بيبدا بقى ننزل الخيط وناخد الخيارة على الخيط عشان تتسلق تطلع على السلوك لعند ما النوار يطلع وتجمع ونوع الرش طبعا مستديم حسب الحاله اللي قدامه. احنا بنزرع كل حاجه في الصوب دي، اي حاجه عايز تزرعها بنزرعها في الصوب دي، واكتر حاجه مشهوره بقى الصوب الخيار. وبعد الخيار لازم تتبكر الارض طبعا، تتبكر مثلا فول صويا، فول بلدي، اي حاجه فيها بكوليات. ليه؟ بتثبت العمره البكتيريه اللي في الجو في التربه، دي حاجه. تاني حاجه بعد ما تخلص نخلع منها المحصول ننضف التربه خالص، بعدين نزرعها بقى طماطم، خيار، فلفل، برنجان، اي حاجه من الحاجات دي. قاره الجزائر اكتر حاجه مشهوره بيها الزراعه، واكتر حاجه برضه مشهوره بيها على محافظه الدقهليه بلقاس الزراعه مالت زبان، الصوبه الزراعيه. مراحل العمل بتبدا في الصوبه ازاي؟ مبدئيا لازم انشاء الصوبه، تعرف مقاس الصوبه قد انا عايزها وكده. تاني حاجه بتجهز الارض. جهز الارض ازاي؟ شوف الارض تحللها الاول، العناصر الغذائيه الارض محتاجاها مثلا زي الكبريت، البوتاسيوم، الكالسيوم، كل عناصر كبرى وعناصر صغرى. تاني حاجه انت بتجهز بقى الارض، بتخططها وتشوف الارض دي عايزه محصول ايه. احنا بنستعمل خراطيم ري منقط والرش. الرش ده يعني بيترش في المبيدات عشان بيوفر في الميه وبيتوفر في كل حاجه، في المجهود والعماله وكل حاجه. الصوب لها عائد مادي كويس، العائد المادي بتاعها يعني احسن من الزراعه بره بكتير. ليه؟ بتوفر معاك الميه، بتوفر معاك العمال، بتوفر معاك كل حاجه بالنسبه لكده، والعائد المادي بتاعها بسم الله ما شاء الله 4 أو 5 أضعاف للصوب بره بالمساحات.